طيب دكتور زغلول، الدولة التركية أعلنت الحداد ليوم واحد، تم تنكيس الأعلام، كل مساجد تركيا بعد صلاة الجمعة أدت صلاة الغائب على فضيلة يعني الشيخ أو على القائد إسماعيل هنية، بماذا تعلق؟ والله تركيا كذلك سباقة في الأعمال الخير، يعني تحت هذه القيادة الراشدة من الرئيس أردوغان وإخوانه الكرام، تركيا أمل للأمة، وطبعا دورها الرائد والسباق لكل خير مشهود ومعهود، يعني وليس بالأمر مقاربة. طيب دكتور زغلول، هل برأيك برحيل إسماعيل هنية تكون المقاومة الفلسطينية قد تلقت ضربة قوية، أم أنها قادرة بإذن الرحمن على إيجاد بدائل كثيرة وعديدة؟ لا يا أخي الكريم، نحن نؤمن بأن الآجال مقدرة عند رب العالمين سلفا، وأن استشهاد الأخ الكريم إسماعيل هنية إن شاء الله سيكون في دفعة قوية للمجاهدين في غزة وفي القطاع، وإن شاء الله يستمروا في الجهاد حتى يطهروا الأرض من دنس هذه العصابة المجرمة التي أفسدت الأرض إفسادا كبيرا.